أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القاعد يرعى الصلاة كالقانت، ويكتب من المصلين من حين خروجه من بيته إلى أن يرجع إليه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: وأنت باق في المسجد كأنك تصلي كل هذا الوقت. ولا شك أن هذا الأمر أمر عظيم وأجر كريم. زد على ذلك أنك تعيش في دعاء الملائكة تدعو لك: اللهم اغفر له، اللهم ارحم، حتى ترجع. زد على ذلك أنك إذا صليت العصر ثم جلست تستمع العلم ثم صليت المغرب، فإن الله يكتب لك بفضله ورحمته كتابا في عليين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين. فإذا صلى المسلم صلاة ثم أمسك لسانه فلم يلغو، وإنما سمع الخير وتكلم بالخير إلى أن صلى صلاة ثانية، كتب الله له كتابا في عليين. والكتاب في عليين كتاب لا يكسر ولا يفتح إلا يوم القيامة، محفوظ لا ينقص منه شيء بحفظ الله عز وجل.